طب وانتوا بقى ايه اللي حمسكم ان انتوا تقوموا انا ترقصوا بقى؟ هو عشان من حب من حبنا لاخويا ده بالذات. انا كنت يعني في اي فرح يعني مثلا حتى ليه فرحه ابنه محمود كان في الصعيد كان معمول في المنيا في ملاوي ومعمول على بس كان ليه ابني يعني حتى ده اول رقصه رقصناها انا ويعني حتى كل العيله رقصت يعني صعدوا ما حدش بيرقص هناك يعني ولينا يعني كله كان عاملها كمجامله او كمجامله كحاجه من القلب احنا يعني. قعدنا نرقص كان في اول فرحه ليه في يعني تاني فرحه ليه محمود ده في الصيف احنا نزلنا معاه فقعدنا رقصنا حتى كل الكبار يعني حتى الناس الكبيره في الصيف رقصت برضه يعني عندنا واحد في العيله اسمه الاستاذ جمال الكواتلي ده ما بيرقص صعب ان انت ترقصيه يعني كبير العيله يعني فبيبقى رقص يعني طبعا. واحنا بنحبه ده برضه شخص تشوفيه كده حبوب برضه من العيله يعني برضه تحس انسان يعني كله كان بيعمل ده من قلبه من قلبه ما فيش حد من القلب لا بس احنا بقى يعني منظركم الجميل وخطواتكم المتناسقه كانكم متدربين على الرقصه دي ورقصتوها مش كده كذا مره مع بعض قبل كده لا يعني ماشيين خطوه خطوه مع بعض رايحين جايين كده والله يعني الموضوع جه ازاي يا استاذه هاله قولي لي الموضوع جه ازاي؟ قررتوا كده ازاي بقى انه لا هنرقص على الاغنيه دي؟ هو قال لي تعالي ارقصي قمت رقصت ايوه عرفت الكلام ما اتكسفتيش؟ لا محرجه لا عشان بحس ان هو زي ابني تقريبا ابني بالظبط طب والولاد ما كانوش محرجين؟ ما قالوش لا يا ماما عيب لا يا ماما لا عادي لا ما يصحش لان هو ابن عمهم مش لا ولادي عشان كانوا بيحبوه فهم يعني رقصوا كله كان مبسوط بمحبه يعني الحاجه اللي بيكون فيها الحب وفيها الحنان فبتبقى من القلب مش محتاجه ان انت تعملي لها مقدمه او تعملي حاجه او تحط على وشك ماسك ان انت بتجامل لا الحاجه اللي بتبقى من الحب من القلب صحيح بتبقى يعني جميل بعدين اللي عملت فينا كده والدتي ووالدي يعني كانوا دايما حببوكوا في بعض والدتي كانت بتحب الناس والناس بتحبها وكانت طيبه كده فهي دي اللي يعني ده اللي بيفضل يا استاذ مصطفى يعني كلنا حتى يعني معانا دلوقتي يا استاذ مصطفى المصور اللي صور الفيديو الحلو ده خطفه كده من غير ما انتوا تاخدوا بالكم الاستاذ مسلم يحيى استاذ مسلم مساء الخير استاذ مسلم الو مساء النور يا فندم ايه الاخبار ازاي حضرتك الحمد لله اخبار حضرتك الحمد لله احكي لنا يا استاذ مسلم بقى يعني ايه اللي خلاك تقرر انك تركز مع استاذه هاله واستاذ مصطفى وتصورهم ويعني نشوف كلنا الفيديو الجميل ده هما كانوا عاملين جو حلو كده لوحدهم على المسرح وجذبوا انتباه الفرح كله ودي تاني لقطه ليهم اللقطه الاولانيه اللي كانت مع العريس والعروسه ودي كانت تاني لقطه ليهم الفرح كله كان بيتفرج على الشو اللي هم عاملينه العفو انت حياتك كنت تعرفهم من قبل كده حضرت معاهم فرح لا تاني لا انا فوتوغرافر بتاع الفرح يعني اول مره يعني طب وايه اللي خلاك تنزل الفيديو عجبني العفويه بتاعتهم كان ما بينهم كده يعني كانهم في عرسان جداد ايوه بالظبط شباب في العشرين ايوه صح بالظبط طيب كنت متوقع بقى ان الفيديو يبقى ترند كده ويلفت نظر الناس كلها ويكسر السوشيال ميديا لا والله ما خالص ما كانش متوقع أنا يعني انت كنت منزله عادي كجزء عادي. من شغلك يعني بالظبط لقيت كذا حد منشن لي ان الفيديو بقى يعني نزل على كذا صفحه والفيو بتاعه بقى عالي كل الناس عايزه توصل لهم بقى وتعرف القصه الجميله دي بالظبط وحتى كارمن سليمان نفسها نزلت الفيديو يعني معظم ردود الفعل بقى اللي جات لك ايه؟ احكي لنا كده هو ما حدش كان متوقع ان الفيديو هينتشر الانتشار الكبير ده بالظبط فكل حد يكلمني طب انت لحقت ازاي تصورهم طب ايه اللي خلاك تصورهم كده يعني كان كلام كل الناس كانت مهتمه تعرف القصه بالظبط كذا حد كلمني. وهنا نقول ان المصور الشاطر هو اللي يعرف يعني ياخد اللقطه الحلوه شكرا ربنا يخليك نشكرك يا استاذ مسلم نورتنا يحيى مصور الفيديو الجميل اللي احنا شفناه مع حضراتكم ده وكسر الدنيا على السوشيال ميديا